تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الأرياف ده؟ طبعاً يا باشا. عاوزك تجيبه لي من تحت قطيع الأرض، ما تدخلش مكتبي إلا وهو في إيدك، تجيبه لي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرير. يا راي يلا. بابا ماما. أهلا. اتأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو ده لنا وصاب. يا حبايبي. أنا مالي يا بابا، إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف إنه يشتغل فيها. آه. هيشفط إيه ولا إيه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم بسيوني بسيوني، الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بس والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي يا حازم بالحق، انت ايه يعني، ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقول حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني، انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. ادي وحش. ادي وحش. تعال تعال. يلا عيش الطوارئ كل يوم. يا فاضل يا باشا، يحيى العز يحيى العز. دامي تمام يا فندم، قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب اهرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتحي الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديه على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. لا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم، صرع. ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لسعادتك. مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده هناك؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك، شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، انا متفائل بيه والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره، التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. نجدة باشا، الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط بسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الأول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الأخلاق والأدب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود. ورور؟
وريني بسيوني. شكلها كده عركة كبيرة بين آل العريس وآل العروسة، وهنطلع النهاردة ب30 محضر. يا عم اختف انت، بقوا 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. أمال فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل عند أهل العروسة. لا اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا جنب أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريسة ولا أهل العروس. انا هقعد في ارض محايد. ومالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخوانا، دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب، ومهما كان دليله العمر. ها رواقوا. لا مؤاخذه سعاده الباشا، الفرح بصراحه ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمه. ايه انا بحيت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما هي كلم الحاج هتقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلر. ايوه قول له يا باشي، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. أيوة لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه. بصراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصلت اعراض. ايه اللي احنا فيه ده اعراض؟ طب وعالي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد. دخلنا في اعراض. الله 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 الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا، مش كده؟ ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه. عادي. 18 محضر. انت يا بلدين. 19 محضر.
ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي، السباعي المخبر الخصوصي لحق الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، يا باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، واتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباهي بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. تكلمت عسكري؟ يا جماعه كده ما ينفعش، هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر. يعني شتيمة. طيب مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج يا حظاظ. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدة باشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلتلك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. بنفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الاول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك، انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة أشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ أه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم يا فاشل؟ صيحتلي في المكان. أنا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب أنا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة يا أبلة فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهارده مثلا سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ رد عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ هعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز تضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في الصحه اني انفخ الكلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر، اخوك بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده يا بيه. كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطني فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متمسك بيها
وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه متورط فيك. جامعة دي اسمها جامعة الصفا الدولية، في عيال في الجامعة دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيلة اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغاية دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهم يا أستاذ بسيوني الدخول بسرعة وسط الشلة بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشلة. وبايظ أبو أمه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، أبوها راجل أعمال كبير بس بنت غريبة، غريبة وتصرفاتها أغرب منها. ده بقى حمزة عبد الحق الشهير بحمزة مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقة وبيغني فيها. إنجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم. والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي إزاي. انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. اخلص ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول مش ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زون حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعديه. اتفضل بره. اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه، وهنتكلم عن الندره النسبيه زي ما حضراتكم شايفين. الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا انت داخل زريبة؟ لا خيالك، قوم فز وانت بتكلمني. اسمك يالا؟ بسيوني. نعم
بسيوني عبد السلام بسيوني. ايه؟ حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من ثلاثه يا فندم. نعم يا اخويا؟ قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، وجامعه جنوب الوادي. ما شاء الله، اترفدت من ثلاث جامعات؟ دي حاجه تشرف والله. واترفدت ليه من ثلاث جامعات؟ والله في جامعه القاهره تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، فجامعه اسكندريه ضربت دكتور سالني اترفدت ليه من جامعه القاهره. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعه جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مايا. دي انجي برنسيس الجامعه، يستحسن تبعد عنها اصلها متشفره. نعم ايوه، والجامعه بتاعتها مع طريق مانشستر، اصل انا فتانه.